اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكيد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، قلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لي، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا. اللهم بحقهم اشفي كل مريض، فرج عن كل مهموم ومغموم، تقبل أعمالنا، طل في أعمارنا، وسع أرزاقنا، اكشف همومنا وغمومنا، احفظ شيعة أمير المؤمنين، ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وآله، سرج الظلم، عجل فرج إمام زماننا، ارحم موتانا إلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص شهداءنا الأبرار، نهدي الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.